pas un chat, hein. On est tout Y a seul. personne, hein. Coucou, salam alaikum. Ça va? La vache qui rit, mais ils vont d'ici la vache qui rit, hein. Regarde. La vache qui rit. La baleine a été dessinée par Benjamin Rabier, également créateur de la vache qui rit. Ah. ها با شوفوا الملح اللي تنشروا من هنا. ها هي هنا تيصقبوها هنايا في هذه البلاصه هذه اللي حنا فيها الملحه. تيصايبوا الملحه هنايا. هيو لي باسان ديال الملحه هي هذيك الملح. واحد البلاصه ما فيها حتى شي واحد. شتي الملحه فين كاينه بزاف داك الطون ديال باسكال. رغاد سي لا با كي كيمي لو سيل او كوا لا با سي كوا سا ابري الفلتر او يلو لاف. اه داكور. والله ما عارفة أنا كيفاش تصايب الملح هذا. بس اللي هنا حدا عاد فهمت بزاف الحوايج ما فاهميناش في هاد الدنيا هادي. تجي هاد الخارج هذا عاد تفهم شي حوايج. حتى دابا الملحة في سيصاوبو هادوك هما لي باسان. شو شحال من باسان شحال من باسان لا بزاف. ولكن انت غادي باش تمشي من هنايا زعما تمشي على رجلك ممنوع تدوزي لان هادو صحاب الناس اللي تيخدمو هنايا لي تيصيبوا الملحة. وانا ساكنه فداك الحي. راه هو الحي اللي ساكنه فيه يعني واحد الحي الهدوء تام. تدبانه ما تدوز عرفتي دبانه ما كايناش. وا سي كوا اون لي ا فينيز 622 كيلومتر ا فينيز اون ايطالي. اون ايطالي اه واه فينيز ايطالي تا 622 كيلومتر. اه سي با لوان كو ميم 622. اه وي وي Nancy, t'as 594. Ok. Nancy, c'est en France. Bah oui. D'accord. Nancy. Alors, Arles, ouais, Arles. 30 km. Transqué. Ah, oh, c'est bien. Nîmes, 65. C'est l'un de province. 39. Ouais. X en province, à côté. Ah, de tous les deux, c'est en France. À côté, ah, y a pourquoi 20 km, hein, quand même. 20 km, ah, de Marseille, rien. 50, Marseille, 35. 53 km pour Saint-Louis, 5 km, c'est pas vrai. D'ici jusqu'à pour Saint-Louis, 5 km. Ouais, attends, je sais pas comment ils ont calculé ça. 100% naturel, vous voyez. 5 km, peut-être que. Non, mais quand même, pour si. Saint-Louis, on regarde, c'est. Si derrière, tu prends. C'est derrière, hein. Mais il n'y a pas de route. Non, il n'y a pas de route, mais tu vas en vélo. En avion. En avion. Et ça, c'est quoi? C'est noté. Plage. Quoi plage de Piémontaine, Piémontson. C'est pas à côté, 9 km, on connaît pas. Bah, c'est la plage où on va là. Ah, c'est pas loin, la plage de Hidena. Et ça le phare. Le phare. Paramon, 6 km, port du Gros de la Dent, 15 km, phare de Baudu, 15 km. Je connais pas. Non, non plus. Place. حقيقة هاد البلاصة هادي توريستيك ما تنعرفوش فيها والو. بزاف ما تنعرفش حتى شي حاجة بأن عاد جيت ليها ما تنعرفش بزاف الحوايج ما تنعرفهمش. اليوم كنا نخرجو نضربو دورة ونشوفو صراحة زوين الريح. وحيد الريح زوين ديال البحر. لابلاج كاين في ديك الجهة مور ديك الملحة شفت تشوفو نتوما الملحة موراها كاين واحد لابلاج زوين. واحد لابلاج غزال نقي وفن صراحة. الانسان اللي بغا يجي زعما يزور هاد المدينة هادي فيها توريستيك بزاف. لي توريست فيها بزاف 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 بزاف. هاك سالي دابا حنا مازال ماشي في الصيف وتيجيو ولادي توتفاسو ديما كاينين الناس فيها هنايا بأن فيها الهدوء وفيها راحة البال. اللي بغا يريح بالو يجي لهنايا. كاين لا مشاكل لا والو. شفت الطوبيلات قليلين شحال كاين بحر من جهة اخرى. فيما درتي تلقاي بحر هنايا. فيما درتي كاين بحورة بزاف بحورة. تتمشي داك النهار جبنا لي مولة للبحر تتصدر في البحر. هادي بلاصة البحر بابا. شنو هادوك النحفارين هي مكان راه ان شاء الله باش ننزل وانا عازلة دابيا يعطوني شي خرا. يا ربي نلقى شي فلوس. يا ربي وي كيسكيا انا شيرش لافو لارجون. اه وي جو سي. وي جي با لو دووا ما عنديش الحق.
كيعطوني شي غرام هنا. ف هنا راه في اوروبا راه ما عندكش ما عندكش الا الحمد لله كنت عارفه قانون سي قانون كي تيقولوا القانون لا يحمل مغفل. يعطوني شي غرام ولا شنو يديروا ليا. يا مزيان انسى يتمشى شويه sortir. Je baisse. Hop. Le monsieur il est parti avec sa voiture. صراحه زوين واحد الجو ما نقولش لكم كاين شويه الريح ولكن الجو هادئ الجو نقي فن حتى انا ما كاينش فيه التلوث بزاف كاين الطبيعه وكاين الشجر الشجر بزاف بزاف البلاصه اللي ساكنه فيها فداك البلاصه اللي هي كاين الشجر والغابة كاين الغابة والشجر صحابي شي حاجة من غير ربع ديال ربعاتي. هذا مكان بغيت غنوريكم هذا الخريجة هذا اللي درنا وصافي بغيت نوريكم هذه المدينة هذه اللي بغي يزورها خليني في الكومنتار نقول لي فين كاينه بالضبط صراحة زوينة ولا في لي باشير فيها زعما كلشي كاين ما كاينش فيها يعني ما كاينش فاره ما فيها لا الناس اللي زعما دوك اللي كلوشار ما فيها ما كاينش المدينه يعني مدينه ديال الهدوء مدينه دي يعني مسالمه يعني ما فيهاش الناس ما فيهاش الناس داك اللي تيسرقوا داكشي الشفاره ولا لي كلوشار ولا نو المدينه يعني خلي بالك محلوله ودخلي وسيري خرج حيت دابا خلي لنا حنا البورطاي محلول وخرجنا كاينش اللي يدخل كاينش اللي يسوق كاينش اللي يهضر معاك ما كاينش واخا تجي بوحدك ولا تجي مع الناس ولا الدراري الصغار عندهم فين تيلعبوا عندهم بزاف بزاف البلايص فين فاش يلعبوا يعني زوينه صراحه هاد المدينه يعني تستحق وي جاريف تي بو يالي جاريف هذا مكان صراحه مدينه زوينه ورغم انني انا في الاول كنت يعني ما كانش عجبني حيت كان فيها الهدوء بزاف وانا نسيت عليا هي السوق زعما الناس يمشيو ويجيو الناس الصداع الخطاره حيت جيت من المغرب انايا زعما الخطاره عز عليا ملي جيت لقيت الهدوء جاتني بيزار وجاتني بيزار بحال كيما لقيت لي ولف داك سميتو صافي باش تولف هذا الهدوء هذا حيت والله بالليل متسمعش حتى بالنهار نعسي مكينش الدبان متخطر والو كاين غير عصافير اللي تيدوزو حداك مثلا كاين الصدى ديال الكرة بحال هكا كاين في المغرب داكشي مكاينش في المغرب مكاينش داكشي مدينة زوينة هادا صافي دابا غادي نضربو نكملو نكملو المشي ديالنا حتى البحر ونرجعو بحالنا وصافي هذا مكان خرجة زوينة انا متاكده بان هذه المدينه هذه تعجب الناس اللي تعز عليهم الهدوء شو المشاكل الناس اللي تيبغيو راحه البال هنايا هذا مكان يلا السلام عليكم والى اللقاء الى فيديو ثاني ان شاء الله باذن الله باي 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 باي